أستاذ عيد المرزوقي الناشط السيناوي. أستاذ عيد أهلا وسهلا بك. مساء الخير في المتوزع على مشاهدينا الكرام. مساء النور، مساء النور يا أستاذ عيد. أستاذ عيد، حقيقة أنا قلت لهم لازم نتواصل مع حضرتك النهارده، لأن أنا فعلا بدأت أعجز عن إن أنا أقول تعليق. كل يوم كل يوم حوادث، وكل يوم دم، وكل يوم قتل، أيا كان بقى الاختلاف في القتل في مين ولا إزاي ولا إمتى ولا العدد. أصبحت الكلمات لا تفي بما يحدث في سيناء. تعليقك على ما استجد اليوم على الأقل. والله احنا أصبحنا في يعني ما بنتكلم عن حادثة، بنتكلم على شيء يومي خلاص. حوادث يومية مستمرة، وهذا الوضع على شكله مستمر إلى ما شاء الله، لأنه احنا دخلنا لعبة ودخلنا شراكة مع إسرائيل في الحرب على الإرهاب، ودخلنا في فخ كبير جدا، كل ده عشان الباشا يحكم في القاهرة. طيب أوكي، إيه النتيجة؟ النتيجة إن إحنا حتى الحرب اللي موجودة الدائرة ليس لها حل، لا تنتج عن شيء. يعني الحرب اللي موجودة ضد المسلحين وضد الإرهاب لم تنتج عن شيء، ولكن لا تستطيع أن تفصل من اضرارها على المواطنين اللي هي تعتبر اللي بيدفع الثمن الاول والاخير. يعني نتكلم على منطقه بيخلى سكانها وبيخلى منها كل شيء، اللي هي منطقه جيم. يعني هل هو هذه الحرب وهذه الدوامه الهدف من هاي انه تبقى المنطقه الحدوديه مع اسرائيل تبقى مقابله للشمس، تنتهي خلاص؟ يعني هتبقى ايه في النهايه؟ منطقه عازله كلها. فاحنا العجيب في الامر انه هذه الحرب النظام هو من استدعى العنف لها. هناك فرق يعني، وهو من استدعى العنف، وما زالت الاستراتيجيه قائمه على استدعاء العنف والاقتتال عليه. يعني لا يوجد حل. احنا فينا الان ما فيش رتبه في الجيش كلمتنا عايزه حل. دلوقتي يعني حقيقة في هذا الموضوع تحديدا، النهاردة او مش النهاردة في 48 ساعة الاخيرة بدأ الحديث عما اللي كنا بنقعد نقوله، والناس تكذبنا وتقول كدابين، وبتكلم على الطيارة الزنانة والطيارة من غير طيار. وحقيقة كنت بستعير منك الجملة اللي اصبح الولاد حافظين صوتها. دلوقتي بقت في اعترافات حقيقية بعد انكار لفترة طويلة جدا مصرية. كيف استقبلت هذه التصريحات الاسرائيلية الواضحة ان احنا عملنا هذه الطلعات وكنا بنقوم بكل هذه الجولات والصولات في سماء سيناء؟ انا والله كنت لا استبعد انها في يوم من الايام هيكون في اعتراف رسمي بها، لانها شيء الاهالي كلهم يعرفوه، سكان فلسطين المحتله كلهم يعرفوه، حتى الباحثين يعرفوه، كل المهتمين بهذا الامر يعرفوا انه فعلا اسرائيل مشارك منذ اليوم الاول في عمليات تسمى تحت غطاء الإرهاب الحرب أعلنها النظام. فهذا احنا امام واضح، يعني شيء واضح المعتز، اللي هو اتفاقية كامب ديفيد تحولت من اتفاقية سلام الى دفاع مشترك دافئ. يعني اصبحنا احنا يعني التحول الرهيب في العقيدة اللي موجودة حاليا، انه انت كانت ترفض بينك وبين اسرائيل اتفاقيه السلام واتفاقيه كامب ديفيد، وتمنع في المنطقه جيم دخول اسلحه. الان كامب ديفيد بالكامل اللي هي بتحظر منع التواجد في المنطقه جيم بالكامل تعتبر انتهت وتحولت الى اتفاقيه دفاع مشترك. اصبحنا احنا واسرائيل حلفاء وبنحارب سوا العدو، بعد ما كانت اسرائيل هي عدونا وهي الخطر الاول والاخير علينا. بالاخير الوقائع تثبت انها ما زالت العدو الاول، يعني اصبحت قصه النيل قصه اسرائيليه، وبالتالي ستصبح قصه سيناء في المستقبل قصه اسرائيليه. ف يعني حتى هذا التحالف يا ريت حتى النظام بيجيب منه فائده للشعب، يعني يا ريت انه بيجي المصالح الا المصالح لاسرائيل. اسرائيل ما لهاش لوم، دوله تعمل لمصلحتها في النهايه، كلنا نجد حد يخدمها في قصة أخرى. عيد المرزوق الناشط السيناوي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.